أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من وراء الحدث، نخصصها اليوم لمناقشة مخرجات قمة كوب 27 التي احتضنها منتجع شرم الشيخ المصري. يسرنا كثيرا أن يكون معنا اليوم الأستاذ محمد بن عبو، وهو خبير في المناخ والتنمية المستدامة ورئيس المكتب الوطني لجمعية مغرب أصدقاء التنمية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. كما نسعد باستضافة الدكتور عمر الودادي، وهو عضو المكتب الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك الأستاذ ودادي معنا. أبدأ معكم الأستاذ محمد بن عبو، مساء الخير. أولا، كثيرون قالوا إن العدالة المناخية قد بدأت فعلا بعد إنشاء إقرار صندوق الأضرار والخسائر المتدنية بعد كوب 27، هل أنت تذهب في هذا المنحى؟ شكرا جزيلا أخت جوهر على الدعوة مرة أخرى. بالطبع اليوم إحداث صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار جراء التغيرات المناخية هو أول خطوة في العدالة المناخية، لأن اليوم عندما نتكلم عن مخرجات قمة 15 يوم زائد 36 ساعة أخرجت لنا فقط هذه النقطة اللي كانت يعني أثارت الجدل قبل القمة من أجل إدراجها داخل جدول أعمال الدورة من أجل أن تكون نقطة محورية، وبالتالي تناسينا يعني مجموعة من القضايا الحقيقية اللي هي التخفيف من حدة التغيرات المناخية، التزامات الدول يعني الأكثر تلويتا واللي معروفة تاريخيا بانبعاثات غازات الدفيئة، الصين، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، ويعني صبت جميع جهود يعني الوفود المتفاوضة والمنظمات المجتمع المدني الحاضرة من أجل أن يكون إحداث صندوق جديد من أجل التعويض عن الخسائر والأضرار. بالطبع هو الكل رحب به، وتابعنا يعني يوم أمس الجلسة الختامية جميع يعني التحالفات والوفود التي تفاوضت خلال هذه القمة شرم الشيخ من أجل إخراج مجموعة من النقاط، يعني هذه النقطة التي تقدمت بها مجموعة 77 زائد الصين، جميع التحالفات زكت هذا الطرح، حتى منظمات المجتمع المدني يعني تفائلت من أجل إحداث هذا الصندوق. بالطبع سيأخذ زمنا هو الآخر من أجل التفاوض من سيمول هذا الصندوق وكيفية التمويل ومن هي الدول الأجرأ بالتعويض، كل هذه التساؤلات سوف يتم النقاش فيها وحولها طيلة هذه السنة حتى قمة دبي السنة المقبلة، وبالتالي هو في حد ذاته يعني خطوة جد إيجابية من أجل تحقيق العدالة المناخية. هذا المصطلح الذي كان لسنوات ولأشهر قليلة من الصعب أننا نقدر يعني نتعامل به داخل يعني الآليات الإعلامية، أننا عندما نتكلم اليوم عن عدالة مناخية فنحن نقر ضمنيا بأن هناك دول تاريخيا تؤثر بتغيراتها المناخية على دول أخرى التي تتأثر اليوم، يعني 130 دولة اللي هي تحالف 77 زائد الصين استطاعت بثقلها وبتفاوضها الإيجابي من أجل أن تخرج هذه النقطة الإيجابية هذا الصندوق، وهي في حد ذاتها كما سوقت لها يعني الدولة المنظمة لقمة المناخ أنه إنجاز تاريخي. على العكس من ذلك نعتبره اليوم أنه بالإضافة أنه إنجاز تاريخي، ولكن سيأخذ وقتا كما أخذه الوقت ديال يعني الصندوق الأخضر للمناخ منذ 2009، ونحن نتحدث عن الصندوق الأخضر للمناخ 100 مليار دولار كيف سيتم جميعها إلى حدود 2020، ولم يتم تجميع هذا المبلغ من طرف الدول المتقدمة. طيب الأستاذ الودادي أهلا بك معنا. يتحدث الدكتور بن عبو عن هذه الصعوبات المتلاحقة في التوصل إلى توافقات بشأن ذلك، ولكن في الحقيقة هذا الأمر عسير منذ مدة طويلة، منذ قمة ستوكهولم في 72، ولم يجتمعوا بعد ذلك إلى بعد 20 سنة في ريو دي جانيرو، ثم وصلنا إلى اتفاق باريس، ثم هذه هي التوافقات الصعبة جدا بين مختلف الأطراف. لماذا يبدو التوافق بشأن المناخ إلى هذا المدى صعب دكتور؟ شكرا سيدتي على الاستضافة. طبيعي لكي نفهم صعوبة حصول توافق، لأن في الواقع وبصريح العبارة هناك تضارب
في المصالح، وبالتالي مسار المفاوضات كما جاء في يعني تدخلكم أن هو مسار طويل، فما أصبح يعني على لسان كل وسائل الإعلام وعلى كل المتدخلين من يعني حدث هام يتجلى في إقرار صندوق للأضرار والخسائر هو لمسار مفاوضات دام لعقود. صحيح. وبالتالي هو نتيجة لأن حقيقة لفهم الموضوع لابد من الرجوع إلى الهدف العام للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والتي تتحدث عن كيف يمكن التحكم باستقرار الانبعاثات الغازات الدافئة بشكل يجعل المنظومات البيئية تتكيف مع الظروف المناخية ويتم استمرار إنتاج الغداء، وطبعا نمط اقتصادي مستدام. وهذا الهدف ينسجم تماما مع منع الأضرار والخسائر. للأسف لم يتم منع هذه الأضرار وهذه الخسائر، وهنا لابد على المستوى المفاهيمي أن نميز بأن الأضرار والخسائر فيها ثلاث مستويات لابد أن نميزها: المستوى الذي يمكن تجاوزه والذي لا يطرح إشكال، ومستوى آخر لم يتم التجاوز دياله ولكن ممكن أن يتم التجاوز دياله من خلال إجراءات التخفيف وإجراءات التكييف، واللي تكون إجراءات اللي هي عميقة وفيها طموح أكبر. ولكن المستوى الثالث والذي يهمنا في هذا النقاش، واللي كان هو عصب الراحة في مفاوضات شرم الشيخ، وهو يعني الأضرار والخسائر التي لا يمكن لم يتم تجاوزها ولا يمكن منعها. وبالتالي يعني هناك إقرار واقتناع في نهاية المطاف بوجهة النظر ديال الدول الأكثر تضررا، لأن من الطبيعي أن من يسبب هذه الخسائر والأضرار لابد أن يؤدي جزءا من أجل المساعدة ديال الدول على تجاوز كل الخسائر والأضرار اللي كتسبب التغيرات المناخية. وهنا أيضا لابد من التمييز على مستوى المصدر ديال هذه الأضرار والخسائر. فهناك ظواهر مناخية اللي هي بطيئة وللأسف لا تؤخذ بالاعتبار في الاستراتيجية الدولية للوقاية من الكوارث. مثل ماذا؟ عكس يعني مثل ارتفاع درجة الحرارة، مثل ارتفاع درجة الملوحة، مثل هذو ظواهر بطيئة، ارتفاع مستوى البحر، انخفاض كتلة الجليد، إذا انخفاض التنوع البيولوجي، ارتفاع التصحر. هذه ظواهر بيولوجية ماشي قصوى. الظواهر يعني الاستراتيجية الدولية للوقاية من الكوارث هي تعتني في الدرجة الأولى بالظواهر المناخية القصوية، الفيضانات، جفاف، أعاصير. هذو جوانب تؤخذ بالاعتبار، ولكن الجوانب البطيئة لا تؤخذ بالاعتبار. وبالتالي لابد من يعني تدقيق من أجل إنجاز صندوق يخدم الهدف العام للاتفاقية الإطار، ويعطي إمكانيات للدول التي توجد في الصفوف الأمامية من حيث الأطر. ونتحدث هنا عن الدول الجزرية والتي مهددة أكثر من أي دولة أخرى، ثم الدول النامية. هناك مستويات للاستفادة، وطبعا تم التمييز وتم خلال المفاوضات والتي كانت أكمل جملتك. نعم، والتي كانت مفاوضات كانت شاقة ولم تكن يسيرة. طيب. وربما مضاعفة الفريق الإفريقي من حيث الحضور مقارنة مع سنة 2021 أعطت شرعية كبيرة لهذا المطلب، وتم الإقرار ديال الصندوق. ولكن لنكون واقعيين ونقول إقرار الصندوق ماشي هو حل للمشكل، هو بداية الحل فقط، لأن كل ميكانيزمات ديال الاستفادة من التمويل والآليات والمعايير ديال الاستفادة لم يتم التدقيق فيها، وهناك لجنة ستحدث لهذا الغرض. طيب، أعود إليك الأستاذ محمد بن عبو، أنت كخبير في هذا المجال، ما هو المقلق اليوم؟ المقلق اليوم بعد انتهاء يعني قمة شرم الشيخ التي انتظر منها يعني العالم ان تكون يعني قمة لتنفيذ التزامات تم تأجيلها منذ قمة غلاسكو، اليوم مجموعة من الدول التي كان من المنتظر
أن تقدم تنازلات أو أن تقدم مساهمات محددة وطنيا واضحة المعالي. اليوم نتكلم خلال البيان الختامي لهذه القمة أننا نسير في أفق 1.5 درجة مئوية، في حين أن المقلق جدا أن حتى شي دولة أو طرف في اتفاقية الإطار قدمت يعني تخفيضات من هذه الانبعاثات. نسير في أفق 1.5، نحن نسير في أفق 2.7، نحن على 1.5 الآن، والعالم متأكد أننا نسير إلى باتجاه 2.7. صحيح أخ جوهر، البلد الوحيد ديال المملكة المغربية، يعني المغرب البلد الوحيد الذي قدم مساهمات محددة وطنيا 45.5%، والتي تتماشى مع هذا البوند التاريخي لاتفاق باريس اللي هو يعني المساهمات محددة وطنيا لكل البلد يجب أن تتماشى مع هذا يعني البوند ديال 1.5 درجة مئوية. يجب أن نحافظ على درجات الكوكب، درجة حرارة الكوكب في أفق 2100 نهاية القرن. يعني جميع البلدان لم تقدم ولو إشارات خلال هذه القمة، الاتحاد الأوروبي فقط هو الوحيد الذي أشار أنه يعتزم أو يطمح إلى الرفع من يعني من انبعاثات الغازات الدافئة التي كانت يطمح إلى تخفيض 53%، سيرفع إلى 57%، ولكن مجرد طموح لم يعبر حتى التمويلات. يعني حتى هذه القمة مفروض مع يعني تابعنا مجموعة من المؤتمرات المناخ التي كانت السابقة، كانت هناك نجد تمويلات حقيقية من طرف مجموعة الدول، يعني نجد يعني منذ بداية القمة نجد هناك يعني خطابات سياسية قوية وتتبعها تمويلات حقيقية من أجل يعني ملء هذا الصندوق، صندوق أخضر، حتى أن الدول النامية أو الدول المتضررة من جراء تغير المناخ يعني تتحمس وتخرج بمخرجات حقيقية خلال هذه المؤتمرات. أريد أن أدخل معك في التفاصيل لكي لا نضيع المشاهد أو الذي لا تابع ماليا هذا الأمر، لكي لا نعطيه الكثير من المعلومات. أنت ذكرت ميثاق غلاسكو، ومنذ ذلك الحين ونحن نتحدث عن كل ما يتعلق بتقليل استخدام الوقود الأحفوري، نعرف أن هذا التقليل سيتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية لبعض الدول. هل اليوم هناك التزامات من أجل مساعدة هذه الدول التي ما زالت تستخدم هذا الوقود كالفلبين مثلا لمواجهة التداعيات الاقتصادية كذلك؟ على ماذا اتفق المجتمعون؟ اليوم البيان الختامي لم يذكر حتى هذه الجملة بأن الوقود الأحفوري هو السبب الرئيسي في تغير المناخ. يعني على العكس من ذلك، اتفاق غلاسكو كنا نطمح أن يكون استمرارية ديالو في يعني في القمة ديال شرم الشيخ. اتفاق غلاسكو يعني الباك غلاسكو كان تكلمنا عن التراجع أو يعني التقليل من استعمال الفحم الحجري، ولكن كانت هناك التزام من البرازيل وكندا وأمريكا بتقديم 105 مليار دولار من أجل مساعدة على الأقل ماليزيا والفلبين. صحيح، لأن اليوم نتكلم عن كانت هناك خطوة سابقة في يعني في كوب 26، كان على الأقل في هذا كوب 27 تكون هناك خطوة في اتجاه تصاعدي، يعني تنازلنا شيئا ما عن استعمال يعني الفحم الحجري وعن إنشاء محطة جديدة تشتغل بالفحم الحجري. كان على الأقل هذه المحطة يعني محطة شرم الشيخ يكون فيها على الأقل نذكر أن الوقود الأحفوري الغاز الطبيعي أو الغازوال أو مجموعة هذه المشتقات ديالو هي السبب الرئيسي، وبالتالي يجب الاشتغال على هذه الآلية من أجل التقليل. يعني كان هناك يعني انشغال كبير يعني نحو التمويلات، وتناقش الجميع نحو يعني أن تكون هناك تمويلات، وتناسينا الهدف الرئيسي هو 1.5 درجة مئوية اللي هو يجب أن نخفض من انبعاثات الغازات الدافئة للدول الملوثة تاريخيا. طيب، حتى لو التزم الجميع أستاذ الودادي سترتفع درجة حرارة الأرض إلى 2.7، عمليا ماذا يعني هذا؟ كيف سيؤثر هذا على معيشنا اليومي؟ رجوع إلى برنامج عمل أو ميثاق غلاسكو، أول إخفاق لما بغيناش نسميه انتكاسة هو تسجيل أن الرفع من طموح في التخفيف، بحيث التزم المجتمعون في قمة كوب 26 في غلاسكو على أن يكون التزام بتخفيض 45% مقارنة مع سنة 2010 في أفق 2030. من بين 196 دولة الموقعة على اتفاق باريس، فقط 24 دولة
عبرت عن طموح جديد ورفعت من نسبة المساهمة. إذا هذا يجعلنا في وضعية صعبة للغاية، خصوصا بالرجوع إلى الإخفاق الثاني المرتبط بالمرور على تجديد الالتزام بخصوص تجاوز والتخفيف والتقليل من استعمال الطاقات الأحفورية. هذا مؤسف، احنا كمجتمع مدني نتتبع مسار المفاوضات، ومن المؤسف جدا ان يعني الوضعية الحالية لن تمكننا من تخفيض جدي لكمية الانبعاثات، وهو اللي غادي يدي. أرجوك أن تجبني على سؤالي لكي نفهم ماذا يجري فعلا. عندما تكون درجة حرارة الأرض 2.7، ماذا يعني هذا؟ نحن في 1.5 طبعاً، ونعاني من الجفاف، نعاني من هذه التغيرات المناخية، اختلاف الفصول، حتى كنا لا نعيش إلا فصلا واحدا. كيف سنعيش ذلك في الواقع اليومي؟ في الواقع اليومي الاحترار، ارتفاع درجة الحرارة بالشكل ديال السيناريو ديال 2.5 سيؤدي إلى تقلبات مناخية وظواهر قصوية، غادي يكون فيها جفاف في مجموعة من الأماكن، وغيكون فيضانات في أماكن أخرى، غادي تقلص الكتلة ديال الجليد القطبي، وما لذلك من آثار على التوازنات الطبيعية وعلى استمرار، لأن الإنسان ماشي الوحيد المتواجد على كوكب الأرض، هناك كائنات حية عندها أدوار يعني بيئية وأدوار إيكولوجية تقدمها للاستمرار الحياة على كوكب الأرض. طبعا كل هذه التوازنات يتم الإخلال بها نتيجة هذا الاحترار، لأن ملي كنقولوا في المدة ديال الحقبة الصناعية وكارتفاع ديال الدرجة، وكنشوفوا العواقب اللي كنعيشوها حاليا وهي ملموسة في كل بقاع ديال العالم، لنا أن نتصور عواقب ارتفاع ديال أكثر من 2.5. وللأسف الوضع الحالي والصيرورة الحالية للإنتاج الاقتصادي غادي يمشي في يعني غادي يتجاوز هاد الشيء حسب خبراء ديال جيك، والذين يعني الدراسات العلمية أثبتت بأن العواقب غتكون وخيمة على كل التوازنات وعلى استمرار الحياة على كوكب الأرض، ولنا أن نتخيل حجم الخسائر وحجم الكوارث على كل أشكال الحياة بما فيها طبعا الإنسان. طيب أعود إليك الأستاذ محمد بن عمبو، ما سرى يعرف بالتحول العادل، وهذا التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، هل هذا ممكن؟ كيف سيتأتى ذلك؟ وكيف سنشاهده في المعيش اليومي، في اقتصاداتنا، في تعامل الدول مع بعضها البعض؟ بالطبع هذا حلم جميع الدول وجميع الشعوب. اليوم نتكلم عن خطة منخفضة الكربون، جميع الدول أعلنت ليتك تشرح لنا دكتور بن عبو أرجوك، ما معنى اقتصاد منخفض الكربون؟ صحيح، اليوم عندما نتكلم عن اقتصاد منخفض الكربون فيعني يجب أن تكون هناك انبعاثات يعني صفرية دونية، أو على الأقل لو كانت هناك انبعاثات كما تفعل بعض كما تصنع بعض الدول الأكثر تلويثا، أو الدول التي عندها يعني نسب جد مرتفعة من الانبعاثات، تقوم بخلق مشاريع خضراء في دول أخرى من أجل خفض البصمة الكربونية لهذه الدول. وبالتالي اليوم الجميع يعني تابعنا يوم افتتاح ديال قمة شرم الشيخ، جميع الدول، جميع رؤساء الوفود ورؤساء الدول المشاركة يعني رفعوا الطموح ديالهم بأن 2050 ستكون يعني سنة صفر كربون او صفر انبعاثات. وهذه المساله هذه يعني يجب ان يكون هناك مزيد من الشغل، يعني ماشي بين ليله وضحاها سيكون هناك اقتصاد ملوث، غادي نفيقوا الصباح غادي نلقاو اقتصاد صفر كربون، لا يمكن. يجب ان يكون هناك يعني اشتغال تدريجي، يجب ان يكون هناك اشتغال حتى المقاولات اليوم، حتى القطاع الخاص يجب ان يكون ان ينخرط في هذه الدينامية في الصيرورة. جميع الدول لديها قطاع عام وقطاع خاص، ما يمكنش القطاع العام يضع برامج وخطط واستراتيجيات من أجل خفض الانبعاثات ومن أجل أن يكون هناك خطة صفر كربون فوق 2050 2060 2070 كما وضعت الهند أو الصين أو مجموعة من الدول. على العكس من ذلك نجد قطاع خاص أو مقاولات خاصة خارجة يعني تغرد خارج السرد. يعني تابعنا في شرم الشيخ كانت يعني أكثر من 600 مقاولة أو شركة
بترولية حاضرة في قمة شرم الشيخ، وهذا يبرز فعلا أن القطاع الخاص اليوم أو القطاع النفطي بصفة خاصة يوليه باهتمام لهذه القضية ديال أن يكون هناك يعني انفتاح الاستراتيجيات من أجل التعويض عن هذه الملوثات. الكرة الأرضية اليوم لم تعد تحتمل هذه الانبعاثات، يعني نحن في أوج قمة شرم الشيخ وسجلنا حسب يعني التقرير ديال منظمة الأصابع الجوية العالمية لو بيك ديال انبعاثات الغازات الدافئة، يعني لو سي او 2 وصلنا 416 بي بي ام، ونحن في أوج المفاوضات ديال قمة شرم الشيخ، وبالتالي هذا ينبئ أن هناك سنوات قادمة ستكون أعنف حرارة وأعنف تمظهرات مناخية. كل هذه الانبعاثات كل ما زادت في الغلاف الجوي كل ما كانت هناك تمظهرات أعنف. والتقرير اللي صدر صبيحة اليوم ديال منظمة الفاو يبرز هذه المسألة جليا، أن هو يتنبأ بسنوات جفاف على مستوى دول يعني الميناء يعني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هو التقرير ينبئ بهذه التمظهرات التي يلقي بها تغير المناخ، كل ما زادت انبعاثات الغازات الدافئة كل ما يكون هناك في هذا التغير المناخ. واليوم يعني الكل يحلم، هذا حلم جميع شعوب العالم، جميع الدول، جميع المقاولات، ان نصل في 2050 الى هذا الحلم صفر انبعاثات صفر كربون، على اساس من ذلك ان يكون هناك مشاريع خضراء تعوض. ولاحظنا ان يعني في شرم الشيخ الكل كان يتكلم عن الهيدروجين الاخضر، عن الطاقه الخضراء، عن جميع نقل التكنولوجيات الحديثه من اجل التعويض عن هذا الوقود الاحفوري السبب الرئيسي في هذا التغير المناخ. طيب، هذا التقرير الذي ذكرته الأستاذ بن عبو ذكرنا كذلك بالتزام الفاو بوضع خطة للزراعة كما قالت قبل المؤتمر المقبل ربما سيكون في الإمارات. هناك اليوم الأستاذ عمر الودادي التزام كذلك من الرئيس البرازيلي بحماية غابة الأمازون، هل في هذين العنصرين ما يمكن أن يبشر في الخير؟ إذا وضعنا خطة للزراعة تتوافق ودرجة حرارة 1.5، هل هذا سنحس به في معيشنا اليوم كذلك؟ لنكون متفائلين، حقيقة ما جاء على لسان الرئيس البرازيلي في منطقة لها من الأهمية يعني الشيء الكبير، بحكم دورها كرئة العالم وبحكم التهديدات اللي كتطال ديك المنطقة، وتبعنا في السنتين الماضيتين كيفاش جاءت الحرائق وكيفاش كيتم استغلال الغابات. وحينما نسمع الرئيس البرازيلي يتحدث عن صفر اجتثاث للأشجار وعن اعتماد ضمان إنتاج غذائي عادل، ولكن هذا التعهد البرازيلي ليس مجانيا، مقابل ماذا؟ طبعا مقابل دائما. هذا هو ربما قمة شرم الشيخ خلت أن قمة شرم الشيخ خلت أن خلت الوضعية تكون فيها قطبين، قطب ديال الدول الهشة والفقيرة وقطب الدول يعني المتطورة، في حين يتم إغفال مكون أساسي ثالث اللي هما الدول الصاعدة واللي عندها دور كبير ومساهمة كبيرة وخطيرة في الانبعاثات بواحد النسبة جاءت في التقارير تناهز 60% في انبعاثات ديال الغازات. طبعا هاد التفاؤل اللي عبرت عليه البرازيل في المقابل يتناقض مع السكوت عن طموح أكبر عن الالتزام بتخفيض الانبعاثات بشكل جدي، ويعني التزام الدول الصناعية والمجموعة يعني ديال جي 20 أنها فعلا تلتزم بتخفيض الانبعاثات. البرازيل تريد أن تستفيد من الدعم، وهذه الدول الصاعدة يعني هي المستفيدة الكبرى. وهنا نعطي فقط مثال، جنوب إفريقيا وأندونيسيا استفادت من التمويلات المناخية بشكل كبير، وهي دول صاعدة إذا قارناها مع الدول الأكثر تأثرا بالجفاف. وحقيقة مفهوم العدالة المناخية له مجال أكبر ويتطلب مزيد من الشغل لكي يتحقق على أرض الواقع. طيب أستاذ محمد بن عبو، كان هناك التزام من العديد من الدول بتقديم أكثر من 100 مليار دولار
في عام 2020، الآن جرى التوافق بشأن تمديد هذا التوافق إلى عام 2025. هذا سيساعد الدول في مواجهة ما يحدث عن التغيرات المناخية كالجفاف مثلا والفيضانات. هذه الالتزام حتى الآن فعلا تم احترامه أم لا؟ إلى حدود الساعة تم تجميع 83.5 مليار على مستوى هذا الصندوق، الصندوق الأخضر للمناخ. على العكس من ذلك 80% من أموال هذا الصندوق تذهب مباشرة إلى التخفيف من حدة التغيرات المناخية، وهو المطلوب أن عندنا 55 دولة اليوم اللي هي معرضة مباشرة يعني لتأثيرات تغير المناخ، كلها دول إما دول جزرية أو دول ساحل أو الدول التي تعاني من جفاف هائل أو الدول التي تعاني من مجاعة بحال دول القرن الإفريقي أو دول مدغشقر، مجموعة من الدول اليوم اللي عاشت على تأثيرات تغير المناخ يعني بكل حذافيره. كاين دول التي يعني تعيش نزوح جماعي بحال اللي وقع في باكستان، يعني فيضانات خطيرة. على ذكر باكستان، كانت هي الدولة التي ألقت كلمتها خلال الجلسة الختامية، والتي اسم المجموعة 77، ويعني يوم الختام يوم أمس، واللي شكرت الدولة المنظمة على هذا الإنجاز التاريخي الذي سيتطلب يعني كثير من التفكير. من هي الدول التي يعني ستمول هذا الصندوق، ومن هي الدول التي ستستفيد، على أساس أن باكستان تم إدراجها هذه من الدول الأولى التي ستستفيد، لأن إلى حدود الساعة لا زالت تعيش على إيقاع فيضانات التي عاشتها هذه واحد شهرين أو ثلاث أشهر. نفس الإيقاع تعيشه نيجيريا اليوم، نزوح حوالي 2.5 مليون مواطن نيجيري جراء الفيضانات. وبالتالي اليوم عندما نتكلم عن صندوق أخضر للمناخ، منذ 2009 منذ قمة كوبنهاغن إلى يعني حدود 2020 لم يتم الالتزام من طرف الدول المتقدمة. نفس التخوف اللي عند مجموعة من الدول ومجموعة المنظمات الدولية التي تشتغل على المناخ، اللي اختتمت يوم أمس كلماتها وكلمات مؤتمر المناخ هي المنظمات الدولية المناخية. تخوفها هو هذه التراجعات اليوم. من سينضم إلى هذا الصندوق الجديد للتمويل عن خسائر الأضرار؟ الاتحاد الأوروبي كان هو صاحب البادرة، هو صاحب المبادرة يوم الجمعة الماضي. على العكس من ذلك تراجع وتخوف على أساس أن تكون هناك شروط للدول التي سوف تكون عضوا أو سوف تمول هذا الصندوق الجديد، صندوق التمويل عن الخسائر والأضرار المناخية. وطالب بشدة أن تكون الصين ضمن هذه الدول، على أساس أن الصين لا زالت تصنفها هيئة الأمم المتحدة إلى حدود الساعة ضمن الدول النامية. الصين دائما نجدها في المفاوضات ضمن مجموعة 77، يعني ضمن الدول يعني النامية التي تشكل واحد الكتلة أو واحد القطب يعني ديال 130 دولة، وهو يعني قطب قوي استطاع يعني بإلحاحه وبطموحه أن يخرج هذه النقطة من هذا المؤتمر الصعب، أنه كان ممكن يكون مؤتمر لصالح القارة الإفريقية ولصالح الدول الإفريقية، لأنه مؤتمر ينعقد في دولة إفريقية، كما كان الشأن مع قمة المناخ التاريخية التي انعقدت في 2016 في مراكش، وكانت مخرجاتها مخرجات إفريقية، وكانت هناك لجان عمل إفريقية لا زالت تشتغل إلى يومنا هذا، ولا زالت تأخذ يعني الدعم يعني يعني المالي واللوجستيكي من أعلى قيادة في البلاد من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولحدود الساعة هذه اللجان التي تم خلقها لقت يعني لقت نوعا من الإقبال ونوعا من التشجيع خلال مجموعة من الجلسات التي انعقدت خلال قمة شرم الشيخ. هذه يعني المبادرات، منها مبادرة أخرى تكلمنا على الانيسياتيف تخوازا، يعني الفلاحة، تكيف الفلاحة الإفريقية على المستوى الإفريقي. يعني كان هناك مبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة على الصعيد القاري، والتي لا زال امتدادها إلى حدود الساعة. وكان هناك خلق صندوق جديد، صندوق الأزرق لحوض الكونغو، الذي يمول مجموعة من المشاريع على مستوى هذه الدول 12 التي تشكل هذا
هذا الحوض. لأول مرة نقرأ عن مصطلح الحلول المستندة إلى الطبيعة في هذه القمة، وهناك كذلك حديث بين عن أهمية حماية الغابات. أولا لنشرح هذا المصطلح لمن لا يتابع هذه القمم، وما أهمية أن نركز على حماية الغابات؟ طبعا مفهوم، هل تسمعني؟ أسمعك، نعم تفضل. نعم، قلت بأن لي سوليسيون فوندي سور لا ناتور هو خيار استراتيجي بحكم أن طبيعة المشاكل المرتبطة يعني بالتغيرات المناخية، كل الحلول التكنولوجية ما يمكنلاش يعني تأدي الوظيفة ديالها. طيب. وبالتالي الطبيعة تهدينا حلول ممكن أن تساهم في خلق التوازن واستمرار التوازن. هذه الحلول بدأت كتأخذ مجال أكبر في التفكير، إلى مشينا مثلا إلى على مستوى الطاقي، فاللجوء إلى حركة الموائع سواء الماء أو الهواء واللي هي حركة مستمرة ودائمة، أيضا إلى استغلال الطاقة الشمسية، هذه كلها تقدم لنا حلول بانبعاثات ضعيفة وقليلة، وهي حلول مستدامة وغادي نسميها حلول اللي هي مبنية على الطبيعة وتعتمد على الطبيعة، وغتأدي نفس الخدمات وخدمات أكثر. التقليل لأن ما كاينش مسار آخر، جاء في الحديث وفي المداخلة ديال الأخ بن عبو أن ما عندناش خيارات كبرى من غير التخلي التدريجي عن استعمال الطاقات الأحفورية واللجوء إلى طاقات بديلة أقل تلويثاً، كنا فعلاً نتوخى الوصول إلى حياد كربوني في أفق 2050. ولكن أنت تعرف أن المواد الأحفورية لا يمكن لبعض الدول أن تتخلى عنها من دون أن تعطيها الكثير من الأموال، هل الدول مستعدة للدفع مقابل هذا؟ هو الدول مطلوب منها ماشي التخلي وتعطى اموال، لان ما يمكنش نقدروا الحجم ديال الاموال اللي كنعطيو لهاد الدول، وحنا كنعرفوا الايرادات ديال الطاقه الاحفوريه على هاد الدول، ولكن صحيح. هي الدول مطالبه وهي كدير مبادرات من اجل الانتقال في نمطها ديال الانتاج ديال الطاقه، ونتحدث عن الهيدروجين، وهي دول اصبحت تاخذ محمل الجد، ولذلك كاين سقف زمني 2050. طيب. ماشي هو يوم غد، إذا خلال هذه المدة الزمنية ستغير الاستراتيجيات وإنتاج ديال الطاقة، وغتولي هي دول عندها ريادة وعندها إمكانيات مادية من أجل يعني البحث عن مصادر طاقة بديلة، وغتستمر في الإنتاج ديالها. ما هي وضعية المغرب اليوم أمام كل هذه التغيرات أستاذ محمد بن عبو؟ هل يملك المغرب أن يغير شيئا من هذه التداعيات؟ كما يعلم الجميع أن المغرب لا يساهم إلا قليلا من انبعاثات الغازات الدافئة، يعني هو كطرف وفق اتفاق باريس لا يساهم إلا بواحد النسبة ضئيلة، مثله مثل العديد من الدول الإفريقية، ولكن يعاني كثيرا من تداعياتها. يعاني من تداعياتها على العكس من ذلك، فهو من بين الدول الأكثر ضرورا، يعني شفنا آخر تقارير يعني تبرز أن الدول المغرب الأدنى هي الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ اليوم. لماذا دكتور بن عبو؟ ليتك تشرح لنا لماذا هي من أكثر الدول المتضررة؟ اليوم يعني الموقع الجيوستراتيجي او الجغرافي للمغرب يعني جعلنا نعيش على ايقاع التغيرات المناخيه اللي كتعيشها دول الحوض البحر الابيض المتوسط، اللي هو واحد الحوض يعيش على ايقاع تغيرات مناخيه استثنائيه، على العكس من يعني ما يقع اليوم لا في اوروبا ولا في القطب الشمالي. ما يقع اليوم في حوض البحر الابيض المتوسط هو تغير مناخ استثنائي، يعني يؤثر على اليابسه ويؤثر حتى على الكائنات الحية أو التنوع البيولوجي للبحر، يعني المياه البحرية هي الأخرى ارتفعت درجة حرارتها. وعندما نتكلم اليوم بالإضافة لماذا أريد شرحا أكثر تفصيلا، لماذا يعاني البحر الأبيض المتوسط من هذا؟ من يتسبب في ذلك؟ كيف؟ التغير المناخ اليوم يعني تقيس الكوكب ديال الارض بصفه عامه، ولكن التقرير الاخير لهيئه علماء المناخ يعني قسم العالم الى اجزاء مثل القارات الخمس،
عندما وصل الى القاره الافريقيه ابرز بان هناك متغيرات، هناك جفاف، هناك ارتفاع درجه الحراره بالارقام وبالرسومات وباشكال توضيحيه. عندما وصل الى اوروبا كذلك، عندما وصل الى اسيا، عندما وصل الى دول حول البحر المتوسط ابرز ان هذه الدول يعني دول جنوب اوروبا وشمال افريقيا، كل من اليونان، تركيا، اسبانيا، البرتغال، المغرب الى حدود مصر، فلسطين، كلها تعيش على نفس الايقاع. هناك اجهاد مائي، هناك جفاف، هناك حرائق، غابات، نفس التظاهرات. يعني تغير المناخ اليوم هذا الحوض هناك تاثير يعني فوق 20% ما يقع في مناطق اخرى. لماذا في هذا الحوض بالذات؟ هذه الاجابه التي ابحث عنها، لماذا السبب؟ لماذا هذا الحوض بالذات؟ علميا يعني هذه المنطقه هذه تعتبر يعني المركز ديال الكوكب ديال الارض. يعني هناك يعني مجموعه ديال التمركزات ديال الاشكاليات العالميه ديال تغير المناخ كلها بحال كنقولوا بحال تجمعات كامله في هذا الحوض واعطت هذه النتيجه هذه القويه. على الاكثر من ذلك شفنا اليوم نفس الظاهره ديال الجفاف اللي كيعيشها المغرب طيله السنوات الماضيه، عاشها اسبانيا، البرتغال، جنوب ايطاليا، مجموعه ديال الدول، نفس الحرائق التي كنا نعيشوها في الصيف السنه الماضيه او الصيف هذه السنه عاشتها البرتغال واليونان والتركيا، يعني نفس التمظهرات، نفس الاشكاليه. وكما قلت اخت جوهره، يعني حتى المياه ديال البحر المتوسط هي الاخرى، يعني الماء ديال البحر هو الاخر ارتفع درجه حرارته الى في بعض المناطق. يعني تم قياس درجه الحراره في يعني في المياه الاقليميه لمارسيليا ومجموعه المدن جنوب فرنسا وصلت 27 درجه مئويه، هذه المياه ديال البحر. يعني كيف تتعايش الكائنات الحيه لهذه يعني المنطقه او هذه المنظومه البحريه وكيف تتاقلم؟ وبالتالي هذا يهدد الامن الغذائي، لان تنعرفوا ان البحر الابيض المتوسط هو كمنظومه بحريه يعاني من التلوث لا البلاستيكي ولا التلوث يعني السائل، ويزيد التغير المناخ الطين بله ويزيد الاستنزاف البشري للثروات السمكيه، وبالتالي هذا يجعل من هذه يعني النقطه المحوريه داخل هذا الكوكب ديال الارض كبؤره. طيب. توتر مناخي، لان ستؤثر على الامن الغذائي لجميع الدول التي تعيش على يعني هذه الخيرات ديال هذا البحر الابيض المتوسط. طيب اختم معك الاستاذ الودادي، ما هي الاوراق التي يملكها المغرب بين يديه من اجل مواجهه هذه التغيرات؟ ما هي الحلول التي لديها اليوم؟ هو بلد في الرياده اليوم في الطاقات المتجدده والبديله. طبعا المغرب انخرط في هذا المسلسل منذ زمن طويل، والان راكم من تجربه ومن القدرات ما قد يجعله يستفيد من ما يروج حول مواجهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال بناء برامج وخطط تنموية تجعل من القضية المناخية قضية عرضانية في بناء كل استراتيجيات. وهنا في قطاع إنتاج الطاقة، المغرب محطة نور كمثال استغلال ديال الطاقة الشمسية، في مجموعة ديال المناطق على المستوى الوطني استغلال الطاقة الريحية، طبعا النقل المستدام، وهو يعني واحد المجال خص فيه الشغل أكثر، المجال ديال الفلاحة، وهنا هما فرص ديال اللي كيستفيد المغرب من التمويلات المرتبطه بالصندوق الاخضر، الصندوق ديال التكيف، خصوصا ان الحديث شبه اتفاق حول مضاعفه يعني القيمه الماليه لهذا الصندوق. طيب الاستاذ ودادي، ولكن المغرب كذلك يحتاج الى ان ياخذ قرارات مهمه جدا، مثلا اختيار المنتوجات الفلاحيه التي لا تستنزف القدره طبعاً المائيه مثلا. طبعاً. ما هي الاجراءات طبعاً العاجله التي يجب ان يتخذها المغرب من اجل ان يواكب كذلك هذه التغيرات المناخية، ومن أجل أن يبني على ما حققه من اختيارات كانت استراتيجية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة مثلا وحماية بيئته؟ طبعا إلى جينا المجال الفلاحي وما نعيشه من ندرة وشح في الموارد المائية يسائلنا جميعا ويسائل القطاع الوصي من أجل التخلي على كل الزراعات المستنزفة للماء، لأننا نعي جيدا أن ما بقاش لدينا
من الموارد المائية ما يجعلنا نستثمر في زراعات قد تكون مدرة للدخل ولكن مستنزفة لمواردنا المائية، وبالتالي انتقال إلى ما يسمى بالأجروإيكولوجي أو لا واحد الفلاحة ذكية اللي مقتصدة في الماء وكان هي منتجة وفيها اقتصاد في الماء. إذا ما بقاش عندنا مجال للتبذير والاستمرار، وبالتالي واحد إعادة هيكلة المسار الفلاحي للمغرب بشكل يتماشى مع موارده المائية، من سواء تعلق الأمر باختيار العينات الزراعية أو في مجال ديال التسويق ديال هذه العينات الزراعية اللي غتكون أكثر اقتصادا وأقل استهلاكا للماء. أعتقد أن جميع الدول فقدت رفاهية الاختيار فيما يتعلق بالسياسة المناخية. شكرا جزيلا لضيفي الكريمين، للدكتور محمد بن عبو وللدكتور عمر الودادي، كنت سعيدة جدا باستضافتكما. شكرا جزيلا لكما. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، نلتقي بخير.